جوزمان يفقد كرة، جوارين، جوارين إلى الأمام، فرصة خطيرة، الهدف لكولومبيا، المنتخب الكولومبي سجل عن طريق راموس، كنا في انتظار فالكاو غارثيا، لكن راموس يقول كلمة التفوق في الوقت اللي توقعنا فيه نهاية الشوط الأول بالنتيجة السلبية. اللاعب راموس لديه رأي، بينما اللاعب جوارين شوف التمريرة البينية اللي تضرب الدفاع الكوستاريكي، انطلق معها اللاعب راموس، راوغ حارس المرمى وأسكن كرة داخل الشباك. المنتخب الكولومبي يصطاد الشباك الكوستاريكية، لكن هدف لم يكن عن طريق لاعب فالكاو غارثيا بل بواسطة اللاعب راموس كوستافو. 1-0 تغيرت النتيجة.